العملية الاستشهادية تعتبر من الغماس بالعدوى؟ لا، الانغماس في العدو يختلف، لكن يحتج بأدلة الانغماس في العدو على جواز العملية الاستشهادية، لأن الانغماس في العدو طبعا أدلة كثيرة وهو جائز بالإجماع. ينغم يتسبب المسلم في قتل نفسه، ينغمس واحد في 1000 في 2000 في 10000 في 100000، ما جائز ينغمس ويعلم متحقق أنه سيقتل، إذن هو تسبب في قتل نفسه. ومن القواعد الأصولية والفقهية وقول الجمهور وحكاه غير واحد من العلماء إجماع للصحابة أن المتسبب في قتل النفس كقاتل نفسه، وكذلك العمل السجلي هو يقتل. هذا بمنزلة هذا، لماذا؟ هذا تسبب في قتل نفسه وجز، وهذا قتل. إذا المتسبب ما دام قلنا كالفاعل، ما الفرق بين هذا وهذا؟ لما دام قلنا المتسبب كالفاعل، وهذا قول الجمهور كما قال عمر رضي الله عنه: لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل واحد لقتلتهم، على قتل رجل واحد لقتلتهم به جميعا. ثم أن قتل النفس منهي عنه لما فيه من الجزع ولما فيه من الاعتراض على القدر، وهذا ليس فيه اعتراض على القدر ولا فيه جزع، إنما في مصلحة وهي النكاية بالعدو. فلذلك إذا لم يكن في ذلك نكاية في العدو ولا في مصلحة محققة يصحبها الإخلاص ويكون الهدف واضحا وشرعيا، لم تجز هذه العملية. لكن يشترط هذه العملية شروط. الشرط الأول يكون الهدف واضحا، يعني بمعنى الرجل لو ينفذها لنصرة أعلام وخرق قوميات ونعرات جاهلية صار هذا من جزء جهنم، لابد تكون الهدف شرعيا محبوبا لله، محبوبا للرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الإخلاص، يعني إذا يخسر رجل الرياء والسمعة تكثر عند الخلق ونحو ذلك، هذا لا ينفعه عمله. هذا يدخل في حديث إن الله لا يريد هذا الدين بالرجل الفاجر، وهذا متفق على صحته. شرط الفاجر، وهذا متفق على صحته. شرط أن يكون في نكاية في العدو، إذا ما كان في نكاية في العدو لا داعي لها، ليس مجرد أن سيتخلص من نفسه، لذا ينكي بالعدو يتحقق على هدف وغاية محمودة. فإذا وجد هذه الأشياء وكان قصد إعلاء كلمة الله ليس في شيء من ذلك.